بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أبناءنا طلبة الصفي الثاني عشر، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو درس الإسلام يحارب السلبية. أبنائي، هذا الدرس الذي يتحدث فيه كاتبه على أن ديننا الإسلامي العظيم دين العمل، دين الإيجابية، دين يحارب السلبية بكل أشكالها. أدعوكم أبنائي سريعا إلى قراءة الدرس في الكتاب حتى تتكون لديكم فكرة شاملة عن موضوع الدرس: الإسلام يحارب السلبية. يبدأ الكاتب: السلبية كلمة تقابل كلمة الإيجابية، وهما من الألفاظ التي هيئ لها الاستعمال اللغوي المعاصر جوا من الشيوع والذيوع، وفي السلبية معنى السلب والانتهاب مع الانسحاب. كما قلت لكم أبنائي، أدعوكم إلى استعراض الدرس وقراءته حتى تتكون لدينا فكرة شاملة عن هذا الدرس. نبدأ مع الهدف الأول والسؤال الأول من أسئلة الدرس: استخلص من النص الهدف الذي يسعى الكاتب إلى تحقيقه. ما الهدف؟ ما الغرض الذي يرمي إليه الكاتب من عرض هذا الموضوع، وهو موضوع في غاية الأهمية؟ الهدف أبنائي يتلخص في تنفير الناس من السلبية، لأن السلبية هي أساس كل المشاكل. السلبية في العمل، السلبية في القول، كل أنواع السلبية لا هي السبب في كثير من المشاكل وفي تخلف المجتمعات. الدعوة إلى الإيجابية من خلال المنهج الإسلامي القويم، فالإسلام هو دين الإيجابية كما ذكرت لكم. وضح مظاهر الإيجابية كما وردت في النص وآثارها. ما مظاهر الإيجابية كما أوردها الكاتب؟ مظاهر الإيجابية أبنائي: فعل الطيبات والخيرات، مقاومة الشرور والآفات، الجهر بالكلمة الطيبة والقول النافع. إذن هذه بعض مظاهر الإيجابية التي عرضها الكاتب في درسه. الاجتهاد في التفكير أيضا، كل هذه تعد من المظاهر المهمة من مظاهر الإيجابية التي أوردها الكاتب في موضوعين. لا يخفى علينا أن آثار هذه الأفعال لابد أن تكون آثارا إيجابية، فهذه الأفعال الإيجابية آثارها أنها ستؤدي حتما إلى تقدم المجتمعات ونهضتها. الإيجابية هي أساس نهضة المجتمعات وأساس تقدم المجتمعات. وضح مظاهر السلبية كما قلنا. وضح مظاهر الإيجابية، هنا يريد منا أن نوضح مظاهر السلبية كما أوردها الكاتب في نصه. ذكر الكاتب من آثار السلبية: عدم الاهتمام بشأن الغير. قال لك تهتم بشؤون غيرك، والإسلام طبعا حرص على أن يهتم المسلم بشؤون إخوانه المسلمين، خاصة من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التخلص من التبعات والفرار من المسؤوليات. يتنصل هذا الإنسان الذي يتصف بالسلبية، يتنصل من مسؤولياته، لا يريد أن يقوم بالأمور التي تلقى على عاتقه، دائم الفرار من المسؤولية. المتابعة العمياء بلا عقل رشاد، يتابع الآخرين، يقلدهم حتى لو كان هذا التقليد في أمور سيئة. حتما آثار السلبية آثار سيئة، يؤدي ذلك إلى انهيار المجتمعات وتخلفها. ما تخلفت المجتمعات إلا بسبب سلبية الكثير من أفراد هذه المجتمعات. لقد ذكر الكاتب أبنائي أنواعا من السلبية، وذكر أيضا أنواعا من الإيجابية. أنواع السلبية: أولا سلبية العمل، سلبية التفكير، سلبية الاتباع، سلبية القول. سلبية في العمل: ألا يقوم الإنسان بالعمل المنوط به. سلبية التفكير: تفكير الإنسان يكون تفكيرا سلبيا، تفكيرا هداما. سلبية الاتباع: أن يتبع الآخرين دون هدى ودون رشاد. سلبية القول: هذه منتشرة كثيرا، القول السيء، القول السلبي الذي يهدم ولا يبني، ويدمر ولا يعمر. تابعوا
استنتج أنواع الإيجابية. إذا الكاتب عقد كما قلت لكم أبنائي مقارنة ما بين السلبية ونتائجها السيئة وما بين الإيجابية ونتائجها الجيدة. نريد أن نستنتج الآن أنواع الإيجابية كما أوردها الكاتب. أنواع الإيجابية أبنائي: الإيجابية العملية، إيجابية العمل، إيجابية الجد، إيجابية الاجتهاد في العمل المنوط به الإنسان، إيجابية القول، إيجابية في القول. تجد هذا الإنسان الإيجابي يحفز وينشط ويشجع، هذه إيجابية القول، إيجابية التفكير بالاجتهاد. وكلها أمور أمرنا بها ديننا الإسلامي الحنيف. نتابع أبنائي. بين موقف الإسلام من السلبية في كل مجال مما يأتي مدلما. أبنائي لابد قبل أن تشرع في إجابة السؤال لابد أن تفهم السؤال فهما جيدا، لأن فهم السؤال هو مفتاح الإجابة. السؤال هنا يريد منا أن نبين موقف الإسلام من السلبية في كل مجال من هذه المجالات مدللا، أي هات الدليل على هذا الموقف. بداية سلبية العمل. سلبية العمل حاربها الإسلام بكل ما أوتي من قوة، ودليل ذلك دعانا الإسلام إلى فعل الطيبات والخيرات، إلى مقاومة الشرور، وهذا دأب الإنسان المسلم الصالح. إذن سلبية العمل حاربها الإسلام، والدليل على ذلك دعانا الإسلام إلى فعل الخيرات، دعانا إلى المبادرة إلى العمل الصالح. دائما يكون الإنسان المسلم إنسانا مبادرا إلى كل خير. سلبية القول حارب الإسلام ذلك محاربة كثيرة، حثنا على الجهر بالكلمة الطيبة وحثنا على القول النافع. وخير مثال لنا المثال الذي ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، عندما الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة المورفة، المورفة الظلال المثمرة، والكلمة السيئة بالشجرة الخبيثة التي لا فائدة منها ولا نفع. إذن الإسلام حارب سلبية القول ودعا إلى الكلمة الطيبة. سلبية التفكير حاربها الإسلام أشد ما يكون أشد ما تكون المحاربة. الدليل على ذلك دعا الإسلام إلى الاجتهاد، فحتى لو أخطأ المجتهد فله أجر. إذا اجتهد الإنسان المجتهد فأصاب فله أجران، أما إذا أخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده. دعانا إلى التفكير، ودعانا إلى التفكير الإيجابي الذي يبني الأمم ويبني المجتمعات. سلبية الاتباع حاربها الإسلام طبعا، والله وإسلامنا أبنائي أمرنا ألا نتبع الآخرين، ألا نقلدهم، أمرنا ألا نتبعهم في الأمور التي تضر ديننا وتضر عقيدتنا وتضر مجتمعاتنا. لكن لا حرج أن يقلد الناس أو أن نقلد الناس في الأمور التي تنفعنا في ديننا أو دنيانا، كما قلت لكم ما لم يتعارض مع ثوابت ديننا وعقيدتنا. حذر الإسلام من التميل: لا يكن أحدكم إمعا، إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم. لا، الإنسان المسلم الحقيقي الإيجابي يحارب سلبية الاتباع، وله شخصيته المستقلة المستنيرة. نتابع أبنائي في الأسئلة هنا. بين شقي الإيجابية العملية وأثرهما في سلوكك. شقي الإيجابية العملية أبنائي: فعل الطيبات والخيرات، وهذا هو الشق الأول. فعل الطيبات والخيرات، وهذا الأثر في السلوك يجعل الإنسان حريصا على تقديم الخير والنفع ومعاونة كل محتاج. الشق الثاني أبنائي: مقاومة الشرور. أنت تفعل الطيبات وفي نفس ذات اللحظة تقاوم الشرور والآفات، هذا له أثر بالغ في سلوك الإنسان، يجعله حريصا على عدم قبول الخطأ ومحاولة إصلاح الخلل أينما وجده. فشقي الإيجابية يتلخص من فعل الطيبات والخيرات ومقاومة الشرور والآفات. بهذه الطريقة يكون الإنسان إيجابيا في نمط الإيجابية التي أرادها الإسلام. بين رأيك في أهمية كل موقف أو حدث مما يأتي. فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بإجابة معاذ بن جبل قبل أن يبعثه
إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم يبرز أبنائه لما سأل النبي معاذ بن جبل، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعثه إلى اليمن، فرح النبي بردة فعله وقوله عندما سأله النبي. وهذا الموقف يبرز أهمية الاجتهاد والبعد عن سلبية التفكير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سأل رسولنا الكريم معاذ بن جبل عن كيفية القضاء بين الناس، فلما أجابه بأنه سيتبع القرآن والحديث فإن لم يجد فسيجتهد برأيه، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة التي يستدل بها علماؤنا الأفاضل على الاجتهاد، أهمية الاجتهاد، أهمية أن يعمل الإنسان عقله فيما يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه مساعدة، رد عليه وقال له ما عندي شيء ولكن ابتع علي هنا، أي يعني هذا الموقف يبرز أهمية الإيجابية العملية، مشاركة الناس مشكلاتهم، ما أمكننا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يكون إيجابيا، أن يكون إيجابيا في الناحية العملية. وكلنا يعلم قصة الرجل الذي جاء يتسول من النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حاجة، فأمره النبي وعلمه طريق الإيجابية، علمه أن يحتطب وأن يعمل من كسب يده وأن يكد ويجد ويجتهد. تقليد بعض الناس ومتابعتهم العمياء للآخرين، ما رأيك في ذلك؟ هذا التصرف أبنائي لا يليق بالإنسان، ودليل على التميع وضياع الشخصية والسلبية التي لا يقبلها ديننا. النبي قال لا تكونوا إمعة، وديننا أمرنا بأن تكون لنا شخصيتنا الإسلامية المستقلة المبنية على أسس سليمة من العقيدة الواضحة العظيمة. وضح علاقة مضمون النص بواقعك قيما وسلوكا. أبنائي، النص هو قراءة مستوفية للواقع الذي نعيش فيه، فهنا هذا النص أمامنا، فالإسلام يحارب السلبية، يرتبط مضمونه ارتباطا وثيقا بالواقع الذي نعيشه، لأن السلبية انتشرت في كل مكان وندرت الإيجابية. الواقع أبنائي يحتاج وبشدة إلى محاربة السلبية التي انتشرت في المجتمع، محاربة السلبية العملية والسلبية القولية، كما يحتاج إلى قيم الإيجابية العظيمة التي تساعد في تقدم المجتمع ونهضته ورقيه. فلا تنهض المجتمعات ولا تتقدم ولا تقوى إلا بإيجابية أبنائها وكفاحهم وصبرهم. موقف الإسلام من السلبية، طبعا هذا الموقف واضح وصريح، فالإسلام من عنوان الدرس حارب السلبية بكل أشكالها وفي كل مجالاتها، لأن السلبية كما قلنا أبنائي ونقول ونكرر هي سبب تخلف المجتمعات وتأخرها، وعلى العكس الإيجابية هي أساس تقدم المجتمعات ورقيها. حدد السمات والصفات الشخصية التي يتميز بها الإنسان السلبي. الإنسان السلبي تجد لديه بعض الصفات السلبية، من أولها ضعف الذات، إنسان ضعيف النفس، ضعيف الذات، تفاهة الشخصية، خور العزيمة، عزيمته ضعيفة، الأنانية والأثرة. إذن هذه الصفات، ضعف الذات، خور العزيمة، تفاهة الشخصية، الأنانية والأثرة، صفات راسخة في الشخص السلبي. مظاهر الإيجابية نريد أن نستخلصها من كل آية من الآيات التي أمامنا أبنائي. قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نلاحظ أن الإيجابية هنا في التواصي بالحق، أن نتواصى بالحق، أن يأمر بعضنا بعضا بعمل الحق، وأن نتواصى بالصبر، عمل الأشياء النافعة للفرد والمجتمع على حد سواء. التواصي بالحق والصبر أحد أبرز صور الإيجابية في ديننا الإسلامي العظيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه دعوة إيجابية صريحة في مجال القول،
فالآية تحثنا حثا كبيرا على الجهر بالكلمة الطيبة والقول النافع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هذا العمل من أصول ديننا العظيم. لابد أن نكون آمنين بالمعروف نهينا عن المنكر. أبنائي، ننتقل إلى مهارات الثروة اللغوية. وكما نعرف أن مهارات الثروة اللغوية خمس مهارات: مهارة المرادف، المفرد والجمع، المعنى السياقي، والمعنى التصريفي، وضبط البنية. نبدأ هنا بالكلمة ومرادفها. الانتهاب تعني السلب، التبعات أي المسؤوليات، خور أي ضعف، أصاب هذا الرجل خور يعني إيش؟ ضعف، وليس دخول، خور، خور بمعنى ضعف. منقعر أي منقلع، متابع في الكلمة ومرادفها. يستفحل أي ينتشر، العضال الشديد، عندما نقول مرضا عضالا أي مرضا شديدا. وطنوا أي احملوا أنفسكم، وطنوا أنفسكم، احملوا أنفسكم. الوسع أي القدرة والطاقة. الأثرة تعني الأنانية، حب النفس. الأثرة الأنانية وحب النفس. المهارة الثانية مفرد الكلمات. الكلمة الأولى أشباح، طبعا مفردها شبح. كلمة أعجاز مفردها عجز. نتابع في المهارة، في نفس المهارة، مهارة المفرد والجمع. دعامة جمعها دعائم ودعامات. ناعق جمعها نواعق. وظف اسما من تصريفات مادة رعى في كل مثال من الأمثلة التالية. أبنائي، التصريف لا يكون إلا اسما، كما أن المعنى السياقي لا يكون إلا فعل. علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر جيدا. فعندما نريد أن نوظف تصريفا من رعى في هذا المثال، نقول التصريف كما قلنا لا يكون إلا اسما، على عكس المعنى السياقي لا يكون إلا فعل. نقول هنا تكثر الخضراء في تركيا. نعم، المراعي. يحتاج المعاقون إلى رعاية خاصة. كان عمر بن الخطاب يتفقد الرعية ليلا، رعيته ليلا. عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة برعي الغنم أو راعيا للغنم. مهنة الرعي من أشق المهن التي يمتهنها الإنسان. تهتم الدول بمراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. نتابع مع المهارة الرابعة، وظف الفعل قضى في سياقين مختلفين بمعنيين مختلفين. طبعا نقول هنا قضى الأمير بين المتخاصمين، فصل بينهم. قضى الصلاة المسلم الصلاة متأخرا أي صلاها متأخرا. قضى الله بالحق أي قضى، أي حكم الله جل وعلا بالحق. قضى المدين الدائن دينه أي أداه إليه، أداه إليه. لاحظوا أن الفعل لم يتغير، وإنما المعنى هو الذي تغير بتغير سياق الجملة، بتغير السياق من جملة إلى أخرى. اضبط بنية كلمة معين هنا بما يتفق مع المعنى فيما يلي. الوزير هنا معين معين وليس منتخب. الوزير معين هنا، نلاحظ معين وليس منتخب. ينشرح الصدر بالماء المعين، بالماء العذب للراكد. تفتح المتاحف أبوابها في وقت معين، في وقت محدد، في وقت يقصد في وقت محدد. رسم الطالب شكلا معينا أي شكلا معروفا لديه. الله عز وجل هو المعين أي هو المساعد. نلاحظ اختلاف الضبط من جملة إلى أخرى. فالوزير معين أي مختار. ينشرح الصدر بالماء المعين أي الماء العذب الجاري. تفتح المتاحف أبوابها في وقت معين أي في وقت محدد. رسم الطالب شكلا معينا أي شكلا محددا، وهو الشكل المعروف في الهندسة بالمعين، شكل ذو أربعة أضلاع ليس بينها اثنان متوازيان. الله عز وجل هو المعين، هو المساعد سبحانه جل في علاه. أبنائي، إلى هنا ننتهي من درس اليوم. نسأل الله لكم دوام التوفيق. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.